بسم الله الرحمن الرحيم. شيوخنا الكرام، أهلنا الطيبين بالطارمية، أنا اليوم جيتي حتى أفهم ما يشاع عن انتهاكات وتجاوزات على سكان الطارمية. العميد علي رحمة الله عليه شهيد بطل، واحد أبطال الجيش العراقي البطل، قام بواجبه، غدر به الإرهابيين، ونحن نسعى إلى بناء الدولة وليس روح الانتقام. أهل الطارمية، أقول لكم بكل صراحة، أنا موجود بينكم ابنكم، وأنتوا أهلنا، وسلامتكم سلامتنا، ومنكم أمننا. أنا جبت ويا السيد وزير الدفاع وقادة كبار وسيد رئيس أركان الجيش حتى نعزز مفهوم المواطنة والوطن. هناك من يحاول يستغل أي ظرف لإشاعة روح الفرقة بيناتنا كعراقيين، يجمعنا بالعراق وعلاقاتنا مبنية على أساس الحقوق والواجبات، المواطنة والوطن. أقول لكم بكل صراحة، لن نسمح بالاعتداء على أي عراقي كائن من يكون، ولن نسمح بظلم أي عراقي، لكن الإرهاب، ذيول الإرهاب، أيتام داعش ما زالت تعمل وتحاول أن تبحث عن موضع قدم لصنع الفرقة أو تنفيذ مخططاتها الخبيثة. الجميع يعرف أن الإرهابيين ما يتخلون عن مخططاتهم، ولكن إحنا مصرين على محاربة الإرهاب وقلع جذوره، مثل ما نجحنا في الأنبار وفي الموصل وفي كل المحافظات المحررة. بعد حادث الشهيد العميد البطل علي الخزرجي، سمعنا أصوات البارحة أو ترباح هناك حملة من الانتقام من قبل جيشة البطل وحشدنا البطل والأجهزة الأمنية للنيل من المواطنين الأبرياء. أنا أسألكم يا شيوخ يا كرام، إذا أكو تجاوز قولوا لي، أنا قاعد بيناتكم. رباحة طلعوا لي ودزوا لي صور عن إعدامات بالعشرات. أنا أسأل وين الإعدامات الموجودة بالطارمية؟ كلها بقى موجودة. أنا أسأل الأكو حملة إعدامات؟ خلي راويني. وإذا أكو اعتقالات بالعشرات حسب يدعون 2000 شخص معتقل، خلي راويني أسماكم أبناكم، أنا مسؤول عليها. لكن من المعيب على العراقي يدعي العراقية يبعث هاي الصور إلى الدول خارج العراق ولا منظمات حقوقية ويشوه صورة الجيش العراقي البطل. لن نسمح أحد يمس أحد قادتنا وضباطنا. أنا جيت سفت بالطريق، قالوا الحشد الشعبي، أنا جيت ما لقيت أي سارة للحشد ولم أجد أي قوة للحشد موجودة. اتهام الحشد بها اتهامات باطل مرفوض، كما مرفوض اتهامات جيشنا البطل أو جهاز مكافحة الإرهاب أو أي جهاز عراقي بالنيل من عراق يا أخوه. هناك من يحاول حقيقة بسبب إعلان الحكومة نيتها بالإعلان عن انتخابات مبكرة، هناك من يحاول استغلال والبدء بحملة انتخابية من الآن خائفين على مقاعدهم ومصالحهم بإشاعة أخبار مفبركة عنوان حماية مكون. الحكومة مسؤولة عن حماية كل العراقيين، والمواطنة لا تعرف سنة وشيعة، تعرف فقط وطن. ما يجمعنا المواطنة وما يجمعنا الوطن. البعض من السياسيين، والبعض مع الأسف الشديد أقول البعض وليس الكل، من حاول يشوه صورة العراق، صورة العراق العظيم، بأن جيشنا البطل وقواتنا الأمنية تتجاوز على المواطنين، ولا ذاك العهد، واحد عهد صدام حسين ول، وعهد الحرب الطائفية ول،
وأقبرنا الطائفية ولا نريد إحياء الأموات. هاي فرصة تاريخية لأن نكون موحدين. أنا أطلب من الدعاء العام أن يفتح تحقيق بتصريحات بعض السياسيين الذي اتهم قواتنا وجيشنا البطل وقواتنا الأمنية بتجاوزات على المواطنين. خلي يثبتون ادعاءاتهم والصور المفبركة التي أعلنوها يوم أمس وقدموها لبعض الدول. ومن العيب على العراقي أن يسد نفسه على واحد غريب. عراقي ما عنده مظلومية يلتجئ لخيمته للعراق، يتقوى بالغريب عيب. أهل الطارمية وكل سكان العراق تحت حماية الدولة، وانتوا أهلنا وانتوا شيوخ كرام. ما تقبلن واحد ينسب أو يدعي أو يتهم الأجهزة الأمنية باتهامات باطلة. أنا قلت في ذات حديثي الشهيد الخزرجي قدم نفسه تضحية لهذا البلد وتقدم نفسه تضحية لأبناء الطارمية، والدولة لا تفكر بمفهوم الانتقام. الميليشيات، الإرهابيون هم يفكر بروح الانتقام. الدولة تبني المواطنة. القوات الأمنية موجودة لحمايتكم وحماية أبنائكم، ونحن نبحث عن فرصة. داعش لا يمثل العراقيين، لا يمثل الإسلام. أقول التوجيهات صادرة من أعلى المستويات. قوات الأمنية ملتزمة بقواعد الاشتباك وقواعد احترام المواطنين وحماية المواطنين، فيجب دعم قواتنا البطلة، قادتنا الأبطال الذي يقدم الكثير لحماية أبناء هذا الوطن. نعم قد تحدث هناك أخطاء، هذه الأخطاء أنا مسؤول عليها، وبابي مفتوح للشكوى. إذا أكو تجاوزات سنرد على التجاوزات بكل قوة، ولن نسمح بها بالنيل من كرامة أي إنسان عراقي. البعض نقل صور، جيت بالطارمية في عمق الطارمية وبهذا الديوان الكريم لم أرى أي صورة ما سمعته من بعض السياسيين، ما شفنا. أتمنى عليكم أن نتعاون ونحاول نبني بلد على أساس مواطننا. أنا بينكم وأقول أنا لكل العراقيين بدون استثناء. العراق هو عائلتي. الطارمية طارمية الخير، بيها الماي والزرع، فلت بغداد. شلون نشتغل وننميها بالتعاون بيناتنا. مؤسسات العسكرية والأمنية هي مفتوحة أبوابها لأبنائكم. أنتم شركاء بهذا البلد. أرجع أقول حماية المواطنين من مسؤولية الحكومة والدولة، والقطاعات التي وجدت لحمايتكم. حفظ الله العراق وحفظ الله العراقيين. أنا دائما أختم كلامي بمقولة وأقول أنتم العراق. أنا مستعد أسمع شكواكم، ونريد أن نرد على الكذابين والفاسدين الذين يقدمون الطعنات لمؤسساتنا الأمنية والعسكرية. يقولون عن حملات اعتقالات عشوائية، ويقولون عن 2000 معتقل قصري هاليومين، ويتكلمون عن حملة إعدامات تصفيات. أقول لهؤلاء الناس أنتم تدافعون عن داعش. نعم قد حصلت مذكرات اعتقال، ولكن لأشخاص مطلوبين أعدادهم أفراد 4-5 مذكرات قديمة لبعض الإرهابيين. هل تريد تدافعون عن الإرهابيين؟ أتمنى من الدعاء العام أن يقوم بواجبه. هذه إهانة للجيش العراقي البطل، لقواتنا الأمنية لن نسمح بها، وإهانة لسكان الطارمية. هناك من يحاول يخطف سكان الطارمية ويخطف حق الصوت بالانتخابات تحت عناوين مذهبية. أنتم عرب وشيوخ كرام، وأعتقد الشيخ يرفض أن يكون انتماءه على أساس عنصري، يقبل انتماء على أساس الوطني وعروبته. الوطن ماله. قدمت الكثير ومطلوب أن نقدم الكثير. العراق يستحق منا الكثير. هناك سوء إدارة،
في الماضي حرمتكم من بعض الخدمات، نحتاج أن نتعاون سوية لننطلق للمستقبل. أرجع أقول أختم حديثي، حفظ الله العراق، حفظ الله العراقيين، وأنتم العراق والعراق أنتم. شكراً.